أهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرة اليوم. يعتمد الدرس الناجح على عدد من العناصر، سأكتفي هنا بعنصرين أراهما من الأهمية بمكان. أولهما هو عنصر التهيئة، والثاني هو كيف تسأل طالبا. فكما يقال، السؤال الصحيح نصف الإجابة، والتهيئة وهو العنصر الأول تكون دائما في بداية كل درس، يحدد وقتها المدرس بما يخدم هدفه، وهي على ثلاث مراحل. الأولى سريعة وودية، تتشارك فيها مع طلابك عن كيف كانت العطلة أو الأمس، فيحكي لك وتحكي له عن فيلم شاهدته أو مكان ذهبت إليه أو طعام تذوقته. هي مرحلة إنسانية تفاعلية، لا يقتصر فيها الطالب على الحديث كما قلنا، بل تشاركه أنت أيضا وسترى كيف يصغي إليك. المرحلة الثانية من التهيئة وهي مراجعة ما تم دراسته من المنهج، وتحتاج أو مفتاح تلك المرحلة هو التكرار والتنوع. ما معنى هذا؟ في تلك المرحلة، مرحلة مراجعة ما تم دراسته، أميل وأفضل تكرار ومراجعة ما تم دراسته حتى وإن كنا ندرس بشكل يومي. فنلقي نظرة سريعة على كل ما درسناه، ولما كان التكرار يولد الملل كان لابد من التنوع في شكل المراجعة. فأحيانا أستخدم التلخيص فأوزع الدروس السابقة على الطلاب، ثم يقوم كل طالب بعرض ملخص للدرس الذي درسناه في المرة السابقة. وتارة أعطي الدرس الواحد لطالبين فيتناقشان حوله ويسألان بعضهما. وهنا أود الإشارة إلى أن كثير من الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية يجدون صعوبة في طرح السؤال، نظرا لأن كثير من المدرسين لا يعلم الطالب كيف يسأل، وإنما يعلمه فقط كيف يجيب، وهذا خطأ كبير. لذلك من خلال تلك المحاولة ومناقشة الطلاب لبعضهم البعض ويسألان بعضهما، فهناك فرصة للطالب أن يتعود على طرح الأسئلة. وأحيانا أخرى أركز على المفردات، فأضعها في جملة، مثلا أضع المفردة في جملة ثم أسأل الطالب عن معنى المفردة. وأحيانا أخرى أجعل الطالب يسأل زميله عن المفردة بالعربية ثم يترجمها له زميله بلغته، أو الطالب يستخدم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أيا كانت لغته ويترجم زميله باللغة العربية. وهكذا بقدر الإمكان أحاول أن أخلق نوعا من التنوع في مراجعة ما تم دراسته. المرحلة الثالثة في التهيئة هي مرحلة إعداد الطالب للدرس الجديد. وفي تلك المرحلة يقوم المدرس بإعداد الطالب وتهيئته للدرس الجديد، ولها عدة طرق. طريقة تقليدية حيث يتم إعطاء الطالب قائمة بالمفردات التي سيراها الطالب في الدرس، ودور المدرس هنا يقوم على ترسيخ تلك المفردات في ذهن الطالب من خلال التدريبات المختلفة. طريقة أخرى أحبذها وهي طريقة المناقشة، حيث يتم طرح موضوع الدرس للمناقشة، ويقوم المدرس في تلك المناقشة بإدارة الدفة وإلقاء الضوء على المفردات التي سيراها الطالب في ذلك الدرس.
ثم يقوم بعد ذلك بعد نهاية المناقشة وكتابة تلك المفردات يقوم بمراجعة تلك المفردات مرة أخرى قبل أن يبدأ الدرس. هذا بخصوص العنصر الأول التهيئة. ونأتي الآن للعنصر الثاني وهو عنصر السؤال كيف تسأل طالبك أو عنصر إعداد السؤال الجيد. وعلينا هنا أن نعي شيئا هاما وهو أن محاولة فهم المسموع أو المكتوب دون سؤال يجيب عنه الطالب هي محاولة عبثية. فالاستماع أو القراءة لابد أن يكون لها هدف. نعم قد أفهم أن يقوم المدرس بجعل الطالب يسمع أو يقرأ أول مرة ليعطي له فهما إجماليا، لكن أن يقوم المدرس بإعادة القراءة أو إعادة الاستماع دون أسئلة مطروحة فهذا غير مقبول بالمرة. فالاستماع أو القراءة كما قلنا لابد أن يكون لها هدف. ولكن هنا كيف أصيغ السؤال الجيد؟ في الأجزاء التالية من حديثنا عن كيفية تدريس بعض المواد سنرى أمثلة على صياغة الأسئلة وسنلاحظ عددا من النقاط الهامة. مثلا من المهم أو من عند صياغة الأسئلة أن نبدأ بأسئلة الفهم الإجمالي، ماذا، من، أين. ثم بعد ذلك نلاحظ أو نراعي أن يكون ترتيب الأسئلة موافق أو ترتيب الإجابة على الأسئلة يوافق وجود تلك الإجابة في النص. فالسؤال الأول إجابته في الفقرة الأولى، والسؤال الثاني إجابته في الفقرة الثانية، وهكذا. علينا أيضا أن نراعي عدم الاستخفاف بعقلية الطالب، فلا نكرر له كلمات مكتوبة في النص ثم نضعها في السؤال. فمثلا الخبر يقول قام الرئيس المصري بجولة إلى أوروبا، ثم يأتي السؤال ويقول من قام بجولة لأوروبا، فبالتالي الإجابة الرئيس المصري لأنها الكلمة الوحيدة التي لم تذكر في السؤال. لذلك لابد أن نراعي تلك النقطة ونستخدم مثلا المرادف بدل من التكرار في وضع السؤال. كذلك علينا أن نعرف أن السؤال يسأل عن معلومات داخل النص، فيعتبر سؤال عبثي أن تسأل الطالب عن معلومات ليست موجودة داخل النص حتى وإن كانت هذه المعلومات الإجابة عليها سهلة وبديهية. فمثلا في الخبر السابق قام الرئيس المصري بجولة إلى أوروبا، ثم يأتي السؤال ما اسم الرئيس المصري، هذا السؤال إجابته ليست موجودة داخل النص. أو أن تسأل مثلا كيف سافر الرئيس المصري إلى أوروبا، أكيد الإجابة البديهية أنه سافر بالطائرة، ولكن تلك المعلومة أنها ليست موجودة داخل النص. عموما أطلت عليكم بموضوع التهيئة وموضوع إعداد السؤال، وسنبدأ سريعا في الجزء القادم بكيف تشرح مادة الصحافة المكتوبة، وهي مثال على النص المكتوب، وهناك أيضا الأدب وهو مثال على النص المكتوب، ثم الصحافة المرئية وهي مثال على النص المسموع أو فهم المسموع، وأخيرا بعض الملاحظات على تدريس القواعد. شكرا لكم وأراكم في الجزء الثالث. شكرا.